رجعنا للصيد الاولاني فتلاقي في الفيشز والديستريبيوشن بدا بان يكون اما يكون ساندستون في شمال الصحراء الغربيه بتبقى فلوفيو مارين ويسموها البحريه، وفي جنوب الصحراء الغربيه بتبقى فلوفيو تايل ويسمى المغربي او البرج فورميشن، او تكون خليط من الساندستون والشيل واللايمستون ميكسد، في الغالب بيكون شيل مارين ديبوزيتس. في خليج السويس بتبقى في الجلاله جلاله فورميشن، وفي سينا بيسمى الراحه فورميشن، جزء من يونت سماها ابو قعده فورميشن. اما في شمال سينا فتبقى اوبن مارين فيشز بكربونيتس اغلبها دولوميتيك لايمستونز، في جبال الحلال يسمى الحلال فورميشن. عشان كان عندنا يونتس كتيره للعصر السينومانيان، انما كلها بتشترك في انها لها فوسلز او فوسل كونتينت واحد، وطبعا عمرها من السينومانيان. بتغطي طبعا في الشمال الملحة وارسان عنيزة، وكذلك في جنوب مصر بتغطي الصبايا فورميشن، وفي شمال الصحراء الغربية بتغطي برج العرب فورميشن. دلوقتي ناخدهم بقى واحدة واحدة. طبعا دي الخريطة اللي كان حورها الدكتور محرم الله يرحمه، وعملها لنا نفس الايه نفس المعنى بتاعت الديفرنت فورميشن نيمز اللي بتاعت السينومانيان ديبوزيتس في مصر حسب موقعها من الترانسجريشن وحسب بيئات الترسيب اللي ترسبت فيها هذه الروك يونتس. طبعا احنا هنركز فيها على طبعا الكلام مشروح اهوت انه هو طبعا ترانسجريشن جاي من الشمال والشمال الشرقي كما هو موضح في الخريطه، الكربونيتس في الشمال الشرقي والساندستون والكلاستيكس في الجنوب الغربي. طبعا الديفرنت فيشز بتتسمى ديفرنت روك يونتس على درجه الفورميشن، وزي ما شرحنا الديبر مارين فيشز هتبقى اسمها الحلال، الشالو مارين فيشز هتبقى خليج السويس راحه وجلاله، والفلوبيو مارين فيشز او الدلتايك فيشز بتتسمى البحريه، وفي اقصى الجنوب هتسمى المغربي او البرج الفلوبيو تايل فيشز. زي ما احنا شفنا الخط ده قبل كده كانت الكونتاكت بين الشالو مارين ديبوزيتس بتاعت السينومانيان والفلوفاتايل ديبوزيتس بتاعت اللور كريتيشس اللي هي كنا بنسميها في خارج السويس الملحه، واضحه جدا وكونتاكت شارب، ويعني اي واحد في الجيولوجيا يعرف يميز بين الطبقات دي وبعضها. وشوف صخور الكريتيشس الابر كريتيشس بتميز طبعا ان هي مارين في شمال مصر، باينه قوي ان هي فيها مارين فوسيلز وهي مارين ديبوزيتس فوق الفلوياتايل ديبوزيتس. لو هناخد مثلا تو روك يونتس يميزهم او يشرحوا لنا الديفرنت فيشز بتاعت السينومانيان، فلو ركزنا على الراحه فورميشن فنلاقي الراحه فورميشن سماها اوراب سنه 61، طبعا ده زوجي بترول، حوالي 70 ل 120 متر في جبل الراحه في جنوب سين. طبعا هي هيتروجينيوس يونت فيها كل لسعينات الصخور ساندستون وكربونيتس وشيلز، ومليانه اوسر بيتس وجاستروبودز، وطبعا فيها فوسلز جميله جدا من الشالو مارين ديبوزيتس منهم ياستر والاويسترز بانواعها المختلفه اللي خدتوها في العملي. ورب الله يرحمه قسمها لتو ممبرز، ابو حد ممبر والملاح ساند ممبر، بما انه جيولوجي بترول الا انه طبعا هو بيدور على الاهميه من ناحيه كسورس او ريزرفوار او كروكس، فلقى الملاحه ساندي ممبر دوت بورس وبيرميبل ففصلوا لوحده عن ابو حد ممبر اللي هم التو ممبرز بتوع الراحه فورميشن، وستيل ان هم يستخدموا لغايه دلوقتي في شركات البترول. طبعا هي موجوده في جنوب سيناء جميله وفي ابار خليج السويس انتشارها جميل، فبتمشي في الشمال بتلاقيها بقت ثيكر وبقت اوبن مارين يسموها الحلال فورميشن، لانك توصل ل 450 متر في جبل الحلال بتبقى دولوميتيك لايم ستون. اما على الساحل الغربي لخليج السويس هي يونت مكافئه ليها وتساويها تقريبا، فسماها عبد الله ايتال او عبد الله والادنداني سنه 65 سموها الجلاله فورميشن. فالجلاله فورميشن يعني نقول على السينومانيان ديبوزيتس او سينومانيان ترونيان ديبوزيتس في غرب خليج السويس جلاله
ثم نقول في سيناء الراحة ونقول أبو جعدة فورميشن. دول اللي هم الاكوفلنس بتاعتها. طبعا كنا شوفنا النصات زي قبل كده في اللور كريتيشيوس بيبين لك الجلالة فورميشن هي هضبة الجلالة على طول فوق الحة. وشوف هنا في شمال وادي قنا بتظهر قوي حتى فوق الباليزويك، فوق الباليزويك ساندستون في شمال وادي قنا بتلاقي الجلالة فورميشن مارين فوق فلوبياتال ديبوزيتس او فوق كونتيننتال ديبوزيتس. لو رجعنا تاني للسكشن بتاع الكومبوزيت سكسشن بتاع جبل عارف الناقة، كنا قلنا فيه الترايسك في الكور وفي حتة جوراسيك برضو في الكور، ثم تيجي اللور كريتيشيوس ثم يسموها الملحة برضو زي ما هي. اما السينومانيا هنا بيسموه ايه؟ بيسموه الحلال، الحلال فورميشن طبعا برضو التونيان والباقي زي ما موجود في هضبة الجلالة. انما الشاهد هنا ان السينومانيا هنا بيسموه الحلال، الحلال فورميشن. اهو شوف جبل جلالة بيسموه ايه؟ بيسموه الجلالة فورميشن سينومانيا او جلالة فورميشن هي نفسها ليه. ولما نقارن بقى ما بين سيناء وشمال الصحراء الشرقية يعني جانب الجاذبية خليج السويس، فلو سمينا في سيناء الراحة فورميشن وجزء من أبو قعدة فورميشن في السينومانيان هنلاقيهم ماشيين. دول طبعا دول موجودين في غرب سيناء، جنوب غرب سيناء. لو ما عدينا خليج السويس في الناحية الغربية هتلاقي هضبة الجلالة الشمالية، وفي جنوبية في وادي أبو حد وادي شمال وادي قنا بنسميها هناك الجلالة فورميشن. كأن الجلالة فورميشن دي إكويفالنت equivalent time wise equivalent للراحه فورميشن والجزء السفلي من ابو قعده فورميشن ليثولوجيكالي وك ايج كمان يعني كفوسيل كونتينت وكبايوزونز هم دول equivalents لبعضهم. فالناس على يعني على الخلاف يستخدموا الجلاله فورميشن خصوصا في شمال الصحراء الشرقيه على جانب الجلالتين، اما في سيناء فيقولوا الراحه وجزء من أبو قعدة. دول برضو في أبار خليج السويس يصبر برضو لحالاتنا في المناطق دي. هيشوف في شمال وادي قنا هوت في وادي أبو حد. وادي أبو حد طبعا هو اللي بيصب في خليج السويس عند راس غارب، بتلاقي السكشن بتاع الأبر كريتيشيوس هوت جميل بيبدأ بالسنين اللي هو الجلالة بنسميه الجلالة فورميشن. هنا في جبل مسبع سلامة شوف بيوت مارين مليانة فوسيلز، وده جبل المزاد فوسيلز الأويسترز أغلبها أويستر بانكس أويستر ميلز إنيماتويرا أفريكانا والأوليزيبونينسيس الأويسترز الفلابيلاتا اللي خدته في العمل كلها. طبعا فيها طبقات ماركر من الجلوكونيتيك ساندستون مليانة فوسيلز أويستر بيدز. قلنا في شمال سيناء بتتسمى الحلال لأنها في الشمال سيناء اغلبها كربونيت. اليونت الثانية اللي تمثل برضو السينومانيان في مصر البحرية فورميشن. البحرية فورميشن بتمثل السينومانيان ديبوزيتس في شمال الصحراء الغربية. طبعا ديت على السيرفيس في الواحة واحة اللوحة البحرية، وكذلك في السب سيرفيس في حقول البترول بتاع الشركات اللي عاملة في المنطقة سواء كانت بدر الدين او شركة قارون او شركة خلدة او غيرها كلهم بيقولوا البحرية فورميشن. البحرية فورميشن والصفحة العقاد والعيسوي سنة 63، وهم في بحث تقييم خام الحديد في الواحة البحرية. طبعا الواحة البحرية انتوا عارفين هي من ناحية الادارية تبع محافظة الجيزة بين 360 كيلو بين الجيزة وبين الواحة 360 كيلو على الهضبة. تنزل الواحة طبعا ديبريشن تلاقي الفلور بتاع الواحة هو البحرية فورميشن. الفلور بتاع الواحة هو عبارة عن ساندستون اوريجينال ساندستون اسمه البحرية سموه العيسوي العقاد والعيسوي 63 سموها البحرية فورميشن. طبعا طيب سيكشن بتاعها في جبل الديست وهم قالوا بلس 173 متر. طبعا ده البيز نوت اكسبوز، فانا في الابار بعد كده لما حفروا ابار ميه وكده فوصلت ل 300 متر واكتر كمان. هي طبعا كلاستيكس وفيها فلوفيو مارين فونا فيها اويستر بيتس وفيها بون فراجمنت حتى سموها الديناصور بيت.
وطبعا هي البحريه دلوقتي وجبل الدست بالذات بقت محميه طبيعيه علشان خاطر الديناصور ريمينز الموجوده فيها. طبعا من الناحيه العالميه لها يعني شهره عالميه في الديناصورات المصريه. طبعا موجوده على السطح في الواحه وموجوده في السب سيرفيس في كل ابار شمال الصحراء الغربيه. شركة قارون، شركة بدر الدين، شركة خلدة، كل دول كل الشركات العاملة في المنطقة بتقابل البحرية فورميشن، وهي عندها جزء منها منتج خصوصا الأبر بحري كبيزون في بعض الحقول في قارون والسلام وغيرها، وفي شركات كتير زي ما هو موضح في الوصف. نرجع تاني للدكتور المهير أسر ربنا يديله الصحة لسه معايش، وهو ادي منطقه الواحات اهيت ما احنا عارفين بنروح لها من رحله كل سنه. جبل الدست هو الطيب سيكشن بتاع البحريه فورميشن اللي قاله العقاد والعين سنه 3 و6. هم جبل الدست في شمال شرق الواحه، هو الفلور بتاع الواحه كله زي ما انت شايف خليط من الميكسد كلاستيكس وكربونيت فلوبيورين ديبوزيتس. فوقها بان كونفورمتي الايوسين لايم زون في المنطقه دي. هذا جبل الدست اهوت ويا محميه طبيعيه علشان في الدست رمى الدست والمغرفه طبعا دي رحلاتنا وغيرنا برضو. جا كونيكال هيل هو وزي ما انت شايف جميل خالص، طيب سيكشن حلو خالص اهوت فيه الديناصور بيد. طبعا هي على الطريق اهو دي رحلات مننا قديمه. الشباب لقوا فيها برضو ديناصور ريمينز موجودة دلوقتي. طبعا البحرية صورة صغيرها دي أسامي عالمية دلوقتي بالنسبة ديناصورس، ويمكن يكون 5 أنواع من الديناصورات المصرية ريكوردد من المنطقة دي من الديناصور بيد. طبعا لو طبعا تعرفوا الديناصور بتبقى لاندروبتايلز بتعيش في مناطق يعني في الفلوبي مارين فيشز بتبقى فيها مستنقعات وهيش وكده بقى فيها نباتات فيها العظم اهوت. طبعا اخر واحدة البراتيتيان استرومري، وطبعا ديت بالنسبة لنا صورة الصور التخيلية ليه، ودي النباتات اللي كانت موجودة بياكلها لان طبعا انتم عارفين الحاجات ديت بقى اكل للعشب. دكتور هشام سلام والفرقة بتاعت البرتبريتس اللي عندنا بيشتغلوا هناك كتير وبيجيبوا لنا منها بعض المنترمينز وبعض اللي بيأكل لك الفيشز انها فلوبي مورين فيه، وطلعوا لنا كل شوية عظم كتير جديد لبعض الديناصورات وغيرها. طبعا هي كروس بيد اند ستون زي ما انتم شايفين فلوبي مورين جبل الدست وفيها برضه جلوكونايت. هي السحنات بتاعتها هي موجودة على السطح ولا تحت السطح. طبعا احنا بنروح لها كل سنه ويتمنى تروح لها برضه السنه دي ربنا يسهل. طبعا هي في مناطق في بعض المناطق في الصحراء السوداء بتلاقي فيها بازلت وتلاقي فيها كمان جاسبر عامل لك ديزرت فيرنش عاطي المنطقه لون الاسود بيسموها الصحراء البيضاء. فطبعا بازلت لافا فلوز مغطي بعض المناطق فيها فبيعطيها برضه الايه في جبل المرصوص وغيرها بديها اللون الاسود فبتسمى بلاك ديزرت. هذه اليونت اللي هي فلوفيو مارين دي بتمشي معها غالبا في الواحات بتلاقيها بقى فلوفياتايل ساندستون كروس بيدت ساندستون يسموها المغربي فورميشن او يسموها برضو اللوك فورميشن كما تحب هيئه المساحه انها تسميها. يبقى البحرية فورميشن بتاعت العقاد والعيسوي بتتغير لاترالي في جنوبا ناحية الواحات إلى المغربي فورميشن، والمغربي فورميشن دي فلوفياتايل ساندستون من نوبيان فيشز. اتفقنا ليه وصفها كله هو من جبل الدست وسماها مين وتقسيمتها ايه وديناصور بيض كلها كل الكلام اللي انتوا عايزين تعرفوه عن البحريه فورميشن موجود في النوت. ديت صور لبعض الديناصور ريمينز اللي قالها من ايام شترومر سنه 1912 لغايه النهارده، وبين الايوسين لايمستون على المدخل اهوت في مدخل النقب الحاره. وبتلاقي طبعا على الكونتاكت ده بتلاقي الايرن اور بحريه ايرن اور
فوق البحريه فورميشن وتحت الايه في اول طبقه من طبقات اليوسين لايمستون اللي بيسموها النقب، النقب فورميشن. طبعا فيها خامات كتير، وشركه الحجر والصلب طبعا اللي بتستقبلنا، وطبعا اليوسين ده نيميتك لايمستون لو ميدل اليوسين لايمستون. طبعا الفوسلز بتاعت السينومانيان في مصر كلها واحده، اغلبها اويستر بيض عملي، وبعض الامونايتس وبعض الايكينويدز دولت هم اللي ممثلوا السينومانيان فوسلز اللي بتاخدوها في العمل. بعد كده العصر التالي هو الترون، يعني الستيجز الثانيه من السينومانيان من الابر كريتيشيس بيسموها الترونيان. وترونيا من احسن العصور انتشارا في مصر. وطبعا زي ما انتم فاهمين موضوع الترانسجريشن ده غطى كمان مساحات اوسع من مصر بعد السينومينيان، فتلاقي المارين فيشز زادت وغطت معظم شمال مصر، فتلاقي في استحنات الصخور في ترونيا اغلبها كربونيت، يعني لايم ستونز، ساعات تكون ماسيف لايم ستونز اللي الشيخ دولوميتيك تشوكي اور شيفتي، طبعا اللي موجوده في منطقه ابو رواش والجلاله ووادي انا وهضبه التيه، ولسه في اقصى جنوب مصر لسه ساندستون من نوبيان فيشز بيسموه الطارب ساندستون. الفوسلز طبعا لارج سايز دي كلها سواء كانت امونايتس او جاستروبودز او روديستس او ايكونايتس كلها جايد فوسلز جميله وهايلي فوسيليفوراس وما توهش ابدا عن اي حد. طبعا هي فوق السينومانيان وتحت الكونياسيان سنتر. هناخد منهم تو روك يونتس بالتفصيل، هم طبعا ممكن يكونوا ثلاثه، ففي شمال وشرق مصر هناخد الواطا فورميشن اللي قالها وراب، وفي شمال الصحراء الغربيه هناخد ابو رواش فورميشن قالها نورتون، اللي دول بيمشوا جنوبا يبقوا طارف ساندستون فيشز. فالكلام مكتوب اهوت في المذكره مشروحه بالتفصيل. طبعا الترونيان زي ما نقول في خليج السويس وجنوب سيناء وشمال الصحراء الشرقيه وشمال سيناء كله بنسميه الواطا فورميشن. الواطا فورميشن قالها وراب في البحث اللي قال فيه الراحه اللي هو بحث الابنورمال استراتيجرافيك فيشرز من راس غارب اويل فيلد بتاع وراب سنه 61. ده الريفرنس بتاعنا هيفضل مستمر معانا في بقيه الكريتيشيوس، لان هو عمل تقسيمه لطبقات الكريتيشيوس في خارج السويس لا تزال مستخدمه لوقتنا الحالي. خدنا منها الراحه وقلنا نسبي يعني فتره كده برضه قلنا ابو جعده، ثم دلوقتي بنقول لك ايه الواطا فورمي. وادي الواطا من 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 غرندا نشرحه ان شاء الله. اللي قلنا في شمال الصحراء الغربيه هنسميها برواش فورميشن قالها نورتون سنه 67، وقلنا الطارف ساندستون هو الايكوفلنت رونيان يونس. ناخد بقى الواطا، الواطا قلنا وادي الواطا ده هو في من فرع من وادي ابو جعده من الغرندل في جنوب غرب سينا جاي من الهضبه، وبيصب في طبعا وادي ابو جعده بيجي في غرندل، وغرندل بيصب في خليج السويس عند راس ملعب قدام جبل حمام فرعون. ده فرع منه اللي هو الواطا او الوطاه او الوطيه، فرع صغير كده بيوطى وينزل في هضبه التيه يصب جنوبا. بتلاقي بعد ما تمشي في الوادي ده هو تلاقي على ايدك الشمال كليف كبير من الدولوميتيك لايم ستون سمكه 102 متر، سماهم غراب الواطا او الوطاه الواطا فورميشن، يبقى من وادي ابو جعده اللي هو اصلا امتداد لوادي غرندل في جنوب غرب سينا. طبعا هي هتبقى فوق ابو جعده، ده جزء بين طبعا جزء منها ترونيان وجزء منها سينومانيان، واللي فوق منها كونياسن سنتونيان مطله فورميشن. اما طبعا عمليه كريتيشيوس واضح قوي اماكنها هي في وادي الواطا وفي مناطق هضبه التيه. طبعا درجة سايز ده امونايتس هي جايه تفاص فيها، وهي اللي فوق منها الكلاستيكس تبدا كلاستيك بتاعه المطله مارين كلاستيكس بتاعه الواطن الموجوده في جنوب سيناء وفي ابار خليج السويس وفي شمال الصحراء الشرقيه وفي شمال سيناء. كل ده الترونيا بيسمى الواطا فورميشن بهدوء من غير اي لخبطه لان فيشز واحده وثابته جميله خالص. اما في شمال الصحراء الغربيه في السب سيرفيس طبعا بنلاقي الترونيان
ممثل بجزء كبير من يونت سموها ابو رواش فورميشن. ابو رواش في السبسيرفيس، طبعا هي الاسم جاي من منطقه ابو رواش جنوب غرب القاهره، جزء من السيريان ارك طبعا بتروحوه مع زياره الاملاح بتشوفوه، وفي الحسن ادوم وفي المناطق دي، فعلى الطريق بتاع مسار اسكندريه الصحراوي واضح قوي ابو رواش فولدد ريجون. هي طبعا اغلبها تروني، اغلب الطبقات اللي هنا على الطريق على طول تروني. انما الطيب سيكشن بتاعنا لقوه في البير، بير ابو رواش ويل نمبر 1، وفي بير اسمه مبارك ولها او حوالي من 217 متر. انما هي على السيرفيس طبعا موجوده انا برضو فولدد وفولتد، تروح في من 100 ل 350 متر. السكشن ده معروف من ايام بيرنل، لان هو برضو من الناحيه الاقتصاديه كان بيحجروا منه التشوك والدولومايت، وكانوا بيسموه ايامها من تحت الساندستون سيريز والروديست سيريز واللايمستون سيريز والاكتيونيلا سيريز والفلينت سيريز، دي تسميات بيرنل سنه 1902. ثم يجي بعد كده بالكاتيولا سيريز، ودي عمرها من الاكونيا سان سانتوني. السيرز الوسطانيين دولت الروديست سيرز واللايمستون سيرز والاكتيونيلا سيرز والكلينت سيرز هم اللي عمرهم ترونيا. دلوقتي بتوع شركات شفت ابو رواش، هي جميله خالص، هي فولدد، وهي طبعا وان اوف ذا موست بروميننت سيريان ارك، وهي في الطيب سيكشن بتاعنا في بير 217 متر. طبعا قلنا اللي هيقول الكلام ده مين، اللي قلنا عليه مين؟ نورتون 1967 اللي وصف ابو رواش فورميشن من البير، وقال هي 217 متر وكربونيت لايمستون سكسيشن وفي بعض الكراستكس. انما بيقسموها شركات البترول العامله في المنطقه الى سبعه ممبرز، واخدينها A B C D E F G. الخمسه منهم الوسطانيين دولت هم ترونيان، اما الممبر الفوقاني الاي اللي هو هيبقى كونيستان سانتونيان، والجي هيبقى سينومانيا، والخمسه الوسطانيين هيبقوا عمرهم من الترونيان. لما تلاقوا جت للقسمه زي ما عملناها كده، ابو رواش اي تساوي البليكاتولا سيريز وعمرها كونيستان سانتونيان زي المطله فورميشن، وابو رواش بي وسي ودي واي دول الاربعه هم اكيد عمرهم من الترونيان يساوي الواطا فورميشن. ابو رواش اف على الكونتاكت بين السينومانيان والترونيان تساوي ابو قاعده فورميشن، وابو رواش جي اللي هي السينومانيان جزء من الراحه تساوي الراحه فورميشن في خليج. طبعا هم هنا السي والاي والجي وحتى والابر بحريه بيبقوا ريزرفوارز في شمال الصحراء الغربيه، كما هو موضح في الكومبوزات كولومن بتاع شمال الصحراء الغربيه في شركات مثلا شلمبر جي، هتلاقي هنا هو ده ابو رواش اي بي سي دي اي اف وادي الجي اهم لهم اسامي برضو، بس هذه شوف كلها من الناحيه البتروليه موجوده فيها مهمه جدا. خلي بالك من التقسيمات دي، ما بنقسمش الفورميشن لممبر الا اذا كانت مهمه من الناحيه البتروليه او من ناحيه الايكونوميك امبورتنس بتاعها. فتلاقي انها جايب لك عمود كتيره للصحراء الغربيه كله متفق على التسميات ديت A من فوق لتحت A B C D E F G. دي طبعا صور لبعض الشركات العامله في المنطقه، بيد 3 بدر الدين وخلده وغيرها. طبعا المنطقه فيها الغام، فبرضو من هنا اهوت بيقول لك خلي بالكم ما تخرجش عن الطريق بتاع الممهد اللي معملها الشركه عشان في الغام من ايام الحرب العالميه. طبعا دي صور لبعض المناطق في سوريا، كانت بتبين لك يعني ايه سيريان ارك، برضه سيريان ارك سيستم دي بس مجرد لايه طبعا بريميرا في تدمر ودمشق، دي مناطق اللي فيها الطيه اللي مكتوم اللي جاي من اسمها السيريان ارك سيستم اصلا. فدكتور لطفي عبد الحي الله يرحمه وعادل سحيم وغيرهم سنه 89 قالوا ان السكشن في السب سيرفيس هو السكشن على السيرفيس، وسموها ابو رواش فورميشن. يبقى ابو رواش فورميشن اللي قالها نورتون سنه 67 قالها من البير، واللي عملهم
قارنوهم او قالوا السكشن على الموجود على السطح في ابو رواش، هو برضو ابو رواش فورميشن دولت عبد الخالق ايتال سنه 89. صور لمناطق ابو رواش طبعا دي سهله، احنا هنروح لها برضو. دي السيرز المختلفه بتاعتها، هي هتلاقي الترونيان فيها جميل خالص والاكسبورت. وهلا نروح كل سنه او كل حتى اكتر من كل ما بنروح، اي حد يروحه هتطلع على طول اهوت فيها الانتي كلاين والسين كلاين جميله خالص. هي طبعا اغلبها كربونيت وفيها روديستس كتيره جدا، بنجيب منها كتير كل سنه هنا في مصر. هي روديستس دي سيغال الطريق على طول اهوت، مفيش مشكله خالص يعني. ودي حول صور الحفريات اللي خدتها في العملي، اغلبها هنا امونايت روديستس وغيرها. طبعا دي برضو بعض الكوتيشن من بعض الجرايد الحديثه، برضو منطقه ابو سنانه بتطلع برضو من ابو رواش جي، شبه ابو رواش جي والابر بحري، ابر بحريه ابو رواش جي هي مهمه من الناحيه الاقتصاديه. طبعا هي تتليها برضو بعض الكوتيشن من بعض الابحاث الحديثه، يبين لك انه اهميه ابو رواش فورميشن كمنتج رئيسي للبترول في الصحراء الغربيه. وهنا في اقصى جنوب بقى البلاد بالفيشز اللي بتتغير لساندستون، كانوا يسموه نوبيان ساندستون، دلوقتي بنقسمه ليونتس مختلفه. هو اليونت الايكوفلنت للترونيان ده بيسموه الطارف ساندستون. الطارف ساندستون طبعا فوق المغربي فوق السينومانيان وتحت الفاريجيتد شيل. هو في على طريق ادفو القصير او القصير افت، بنلاقي القصير افت، بنلاقي الساند ستون ده فوق البيزمنت على طول. طبعا في اسوان برضو في جزء من الترونيان فوق الساند ستون بتاع المانيوزو. ادي صور لبعض المناطق في الواحات اللي الطارف ساند ستون اهو، طارف ساند ستون وسبيد ساند ستون جميل خالص. طبعا الطارف ساند ستون هو اويل بيرنج، هو اكوفر في مناطق ما بين الداخله والخارجه، جميله خالص اهي، فيها عيون ميه اهي بيطلعوا منها المياه الجوفيه، ومعها مزارع مبنيه. يعني طبعا الجمال، صخره الجمال على الطريق ما بين الداخله والخارجه كلها من الطارف سندستون اهي. صور لها جميله اهي، الجمال اهوت طارف سندستون. هو قلنا اكوفر بيطلعوا الميه بتاعته ويعملوا مزارع حواليه. من على طريق افت هو طريق افت القصير هو فوق الايه الساند ستون فوق البرهيمان على طول. صور بعض الشرير بعض الرحلات بتاعتها، لكن الايه طيب نوبيان طيب ساند ستون بتاع طارق ساند ستون. برضه قلنا في اسوان هو موجود، الناس بتقول ان هو جزء فوق الجلف فورميشن اللي هي عمرها من الباليوزويك من الكربونيفرس، برضه في جزء منه نوبيان طيب سلستون يسموه